السلام عليكم اخواني اخواتي، كديرين لاباس عليكم؟ هانيين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده ان شاء الله. اليوم جيت لكم بوصفه جديده كنتمنى تعجبكم، لاطارت بالفواكه، لاطارت صغار كيجيو في هذا المول هذا كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غنخليكم مع المقادير وطريقه ديال التحضير. عندنا 125 غرام ديال الزبده على حراره المطبخ، 250 غرام ديال الدقيق عبارة جوج كيسان ديال العنبة، جوج معالق ديال السكر الصقيل وبيضة وقبيصة ديال الملح. دابا غندوزو للطريقة ديال التحضير. بسم الله، غنضيفو الطحين 250 غرام، غنضيفو الزبدة 125 غرام، ونضيفوا الملح غير شويه ديال الملح، جوج معالق كبار ديال السكر الثقيل، اللي ما كيبغيش الحلاوه يقدر يدير غير معلقه صافي. وغنجمعوا هاد المكونات هادو باليدين ديالنا غير بالاصابع. كتبغيش الدليك كرملوها مزيان، الزبده مع الطحين كيف ما كتشوفوا كتخدموا غير بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما ترملت لينا هذا الزبده مع الطحين كيجي مرمل، كنجمعوها بالبيض، هذه البيضه هذه هي اللي كتجمع لينا هاد العجين هذا. كنبقاو كنجمعوا بالاصابع بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا معايا دابا هي جمعت العجين، كتجي على هذا الشكل، كتجي على هذا القياس هذا، كتبقى العجينه ديالها رطبه. كتجمعوها غير بالاصابع ديالكم بحال غتعجنوا صابلي، بحال نفس الطريقه. دابا غنديرها في السلوفان وغنخشيها في الثلاجه واحد الساعه، عاد غنسرحها بالمدلك وغنديرها في الليمون ديالهم. خليوكم معايا غنوريكم الطريقه وكلشي. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، العجينه جبتها من بعد ما خليتها حتى باتت. الا بغيتو تخليوها ساعه ممكن، بغيتو تخليوها تبات من الاحسن، انا خليتها باتت. دابا غادي ندير بلاستيك لتحت وغندير فوقها بلاستيك اخرى من الفوق، ضروري ديروا هذه العمليه. وغنسرحها بالمدلك هنا. عندي لي مول دهنتهم بالزيت، وهنا عندكم خاصكم تاخذوا مول دائري باش تقطعوا يكون كبر من هاد لي مول هادو كيف ما كتشوفوا. خليكم معايا، دابا غنطلق العجين ونسرحها. ما ترقوهاش بزاف وما تخليوهاش غليظه بزاف، من الاحسن هي كتبغي الثلاجه. وهانتوما معايا كيف ما كتشوفوا معايا، ها هي سرحتها كتجي على هذا الشكل هذا. غنقطعها بهذا الليمون هذا بهذا الاطار عفوا، كما كتشوفوا كنديرها هنا
فهاد ليمون كنديرها فهاد ليمون كنبدا نورك عليهم نضغط عليهم بيديا بحال هكا حتى كنقادهم. هنا كناخذ المدلك بهذه الطريقه كنحيد هذه الجوانب وغادا نبقى بنفس العمليه وغنديرها بالفورشيط بحال هكا نثقبها مزيان باش ما تنفخش. نعاود معكم واحدة أخرى كيفما كتشوفوا البنات كتضغطوا عليها بالأصابع ديالكم بهذه الطريقة كيفما كتشوفوا معايا. من بعد ما ضغطت عليها بالأصابع من الجوانب ومن الوسط دابا غندير لها هنا المدلك باش حيد هاد العجينة الزايدة. بهذه الطريقة ونحيد هاد العجينة اللي بقات صافي وغنضغط عليها بالفورشيط كاملة باش ما تنفخش بنفس الطريقة وغنخشيهم في الفران يطيبوا وخليوكم معايا باش نحضر معكم الكريمة اللي غنعمرهم بها والطريقة الزين. كيفما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما جبت لي كيش من الفران كيجيو على هذا الشكل هذا. دابا غندوز نحضر معكم الكريمه. مقادير عندنا صفر بيضه فاني ثلاثه المعالق ديال لا كريم باتيسير او نشا عندنا ثلاثه المعالق ديال سنيده ونص سيترو ديال الحليب. دابا غندوزو للطريقه ديال التحضير. غناخذو صفر بيضه ونضيف ليها ثلاثه المعالق ديال لا كريم باتيسير ونضيف لها الفاني وغنضيف ثلاثه المعالق ديال سنيده ونحرك هاد المكونات مزيان. غنبدا نضيف الحليب بشوي بشوي بهاد الطريقة كنطرب مزيان حتى ما كيبقاوش دوك الحويبات كيبانو. كيفما كتشوفو دابا خلطت هاد المكونات مزيان غنشعل البوطة وغنضيفو فوق البوطة على عافية مهيلة غنضيفو على عافية مهيلة وأنا كنحرك غنبقى نضيف الحليب شوي بشوي حتى كيتخلط مزيان. غادا بنفس العملية دابا غنخليه حتى يعقد لينا الخليط ونشوفو معايا. كيفما كتشوفو معايا دابا الكريمة هي وجدات هي عقادت. دابا غنخليها حتى تبرد غنطفي عليها البوطه غنزيد عليها واحد معلقه ديال الزبده باش ما كديرش لينا داك القشره ما كتكونش لينا. دابا غنحركها مزيان ونخليها تبرد واحد شويه وغندخلها للثلاجه تخليوها تبرد مزيان في الثلاجه وخليكم معايا باش نوريكم كيفاش نخدمها. كيفما كتشوفوا معايا الكريمه هي جبدتها من الثلاجه بردات مزيان غنعمر بها هاد لي كيش نبقى غادا بنفس الطريقه وعند غندير فوقهم الديسير فواكه اللي متواجد عندكم في البيت. المهم خليكم معايا للشكل النهائي.
المهم البنات الشكل النهائي ديال لي كيش كيجيو على هذا الشكل هادو. كنتمنى يعجبوكم وكيبقى لكم تزيين على حسب اللي متواجد عندكم في الدار. وهنا كان عندكم الناباج كتدهنوا الفواكه من الفوق بالناباج باش كيعطي داك اللمعان كيجي رائع. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وخليوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى التعاليق ديالكم الزوينين اللي كيشجعوني وكيحفزوني دائما. ما تنساوش تابوناو عندي في القناه وتكليكيو على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم على المتابعه. باي باي.